عماد حمدي شاب اسكندراني جدع، عنده 21 سنة وعامل مشروع اسمه على الجريل. تخيلوا بقى ان الانبوبة في ظهره والجريل قدامه، وبيعمل جميع انواع السندوتشات اللي هي الكفتة والسجق والبرجر، وكمان معاه سوسيس، والسعر عنده من 10 ل 12 جنيه. هو ده فعلا الشاب الجدع، الراجل المحترم، ابن 21 سنة. شوفوا الأنبوبة في ظهره والجريل اللي قدامه، ويفضل ماشي بيها رايح جاي في محطة الرمل قدام كارفور، وبيوقف من الساعة 2 الظهر لغاية الساعة 11 بالليل. بيعمل كل حاجة زي ما انتوا شايفينها كده، وبيعملها بإتقان وروعنا، وكمان في نفس الوقت يظبط الساندويتش. عماد حمدي كل الناس قالوا لي لازم اروح اصوره عشان محتاج الدعم. هو دون الشاب المكافح المحترم، الراجل الجدع اللي مهما قعدت اتكلم حقه مش هقدر اوفي له حقه. لا انا الفكره صدقتني، انا حبيت اشجعه بقى يعمل كده ولوحده ومن غير اي دعم. يعني انا شايف من غير دعم الفن شاله على ظهره. لا فكره جميله جدا، وطعم الساندويتش جميل خطير، اتمنى كل الناس تجربه. حضرتك مين؟ مسكندرية. صفحة أكلة عدنان بتدعم كل الناس، والأخص الشباب المحترم اللي زي عماد حمدي، اللي هم بيفكروا يجيبوا القرش ازاي بدل القعدة على القهاوي ولعب بلايستيشن وحاجات كتير جدا بيعملوها اليومين دول. كل الشباب في الوطن العربي لازم يفتخروا بعماد حمدي. انا لما رحت هناك طلبت منه برجر وطلبت منه الصدوق، حاجه تفتح النفس، سندوتش فوق الروعه وطعمه جميل جدا. انا انبسطت يا عماد عشان انت راجل محترم، كل الدعم ليك وسلام الاهل اسكندريه المحترمين الجدعان. البدايه كانت صعبه شويه في المكان، في المجال بتاعنا هنا اللي احنا في الشارع على طول، فلحد ما اتاقلمنا لحد ما الناس عرفتني وثبتت في المكان من 10 ل 12 جنيه. يعني الصدق ب10، الهوت دوج ب10، الكفته ب12، البرجر ب12. الشباب كانوا عاملينها هنا في اسكندريه في شارع سوتر، قعدوا بيها فتره بعد كده وقفوا من 2018، فانا خدت منهم الفكره وخليتهم يصنعوا لي جهاز عشان اقف اشتغل عليه. الحراره انت اصلا عامل عزل عندها ولا انت في الحراره؟ لا عامل عزل حراره. عادي كل، بص كل ده كده عايز النار هنا، النار هنا، كل ده بقى عازل عنها عشان جسمنا هنا ما يتسقش. بقف كام ساعه في اليوم؟ حوالي 7-8 ساعات. المكان بتاعك ده هو على طول ولا انت متخيل؟ لا المكان ده بتاعي على طول. طيب انت العنوان هنا فين؟ ايه العنوان هنا فين؟ العنوان اسكندريه شارع صفايا زغلول امام مول كارفور الجديد. طيب ايه اللي انت عايز توصله للشباب؟ الرساله اللي انت عايز توصلها هي الرساله اللي انا عايز اوجهها للشباب اللي هم يسعوا، يعني اللي عايز حاجه موجوده، مش لازم الحاجه تجيله جاهزه، لازم هم يتعبوا شويه عشان تجيلهم.